يسعدكم ويسعد كل أوقاتكم أنتو وكل أحبابكم. هاي الجملة يحب يعيدها معي جادو. جادو معي. وين وصلنا؟ وصلنا عند دكتور محمد عبدون. وصلنا عيادة الدكتور محمد رمزي. يعطيك العافية نورت العيادة. الله يسلمك يا ربي. دكتور تخصصك اسمه ايش بالضبط؟ أنف أذن حنجرة. أنف أذن حنجرة. يعني هيك طبعا جادو. دكتور رائع جدا. اي استشاره اي شيء ما بعيوننا دكتور صاحب اخوها بدلني عليه بعيون. لا انا بالنسبه لي بعيون ثقه واسم ابن جاد صحيح ابو جاد ابو جاد فكملت هيك يعني في عيادات السعودي في خلده. سلمنا فيك الله يسلمك. الله يسلمك فيك. الله يكرمك يا دكتور ما قصرت. هلا خلصنا من عيادة الدكتور محمد رمزون. طمنا كنا راح نعمل له عملية جادو لكن بس ما زبط. لا الحمد لله الدكتور طمنا انه ممكن يمشي على شوية علاجات أدوية ايوه أدوية وتصير اموره تمام وما يحتاج ان شاء الله عملية. وممكن ممكن 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 يجي مطر. يا جماعة الاشي هاي اللي زي الكاميرا اللي منظار منظار